السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الفصل الأول من كتاب ستيب 7 إن 7 ستيبس للكاتب سي تي جونز. الفصل الأول Getting Started. استعرضنا المرات اللي فاتت مكونات الباكج الأساسية والمكونات الإضافية للستيب 7، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ الخطوات العملية الأولى زي ما الكتاب ماشي مع موضوع السيت أب و ازاي اني ثبت البرنامج قبل استعماله. اول حاجه عندنا في الكتاب الباراجراف اللي قدام مننا بيتكلم على الكومنتس اون جيتنج ستارتد ويز ستيب 7، بعض الملحوظات على البدايه مع الستيب 7. In your initial working with step 7, certain tasks when performed up front will help to ensure getting off to a good start. في حالة البداية أو العمل المبدئي بالستيب 7، مهام معينة لو تم تنفيذها من الأول هتساعد إنك أنت تعمل بداية جيدة للعمل بتاعك. Whether your project is small or large, proper planning, of your software installation, storage locations for projects, libraries and archives is important for good organization in maintaining and protecting your work. سواء كان المشروع اللي انت شغال فيه كبير او صغير، التخطيط الجيد والصحيح لتثبيت البرنامج الخاص بيك او الاماكن اللي انت بتخزن فيها الذاكره بتاعتك او المكتبه الخاصه بالوظائف اللي انت بتستعملها او حتى البرامج او الحاجات اللي انت هتضغطها وتخزنها عندك كارشيف او باك اب، مهم جدا عشان تنظم الشغل بتاعك وتقدر بعد كده تعمل له عمليه صيانه وتحميه للمستقبل للشغل الخاص بيك. Items you should consider performing before you get started are outlined below. العناصر اللي انت هتحتاج ان انت تحطها في الاعتبار وانت بتبدأ محطوطة تحت في شكل خطوات أو أمور محددة. Examples of each of these tasks have been presented. وفي نفس الوقت في أمثلة لكل المهام دي بيتم تقديم مثال لها in a step by step manner in the remainder of this chapter. في خطوة خطوة أو في شكل خطوة خطوة في الباقي من الشابتر اللي قدام مننا بيتم تقديم example على كل حاجة. Once you have installed your software, become somewhat familiar with navigating the Semantic Manager software and performed some of these important preliminary tasks, you will be ready to proceed to the first step of working with your Step 7 project. بمجرد ما انت هتعمل تثبيت للبرنامج وتبدأ تتعامل بشكل مباشر مع استعراض الشاشات وتتصفح الشاشات اللي موجودة في برنامج السيماتيك مانجر وتقوم ببعض المهام المبدئية فيه، هتلاقي نفسك أصبحت جاهز إنك أنت تبدأ تتعامل مع بروجكت ستيب 7. زي ما الكاتب هيعودنا هيبدأ يدينا تشيك ليست. تشيك ليست جيتنج ستارتد وذ ستيب 7. ويا ريت المنهج ده إن إحنا نتعود بيه نشتغل في كل الأعمال اللي إحنا هنقوم بيها، ان احنا نعمل تشيك ليست للخطوات اللي احنا هنشتغل بيها. Ensure sufficient disk space is on the same drive of the PC programming system for both step 7 basic and optional tools. تأكد انه المساحة الخالية من الديسك اللي انت هتسطب عليه البرنامج بتاعك تكون كافية لكل من البرنامج الاساسي و الأدوات الإضافية اللي أنت هتحتاجها. Install NCM for Industrial Ethernet and NCM for Profibus during the installation if these networks will be installed. الـ NCM دي عبارة عن جزء من البرنامج خاص بضبط شبكات الإثرنت، وفي جزء خاص بشبكات البروفيباس. لو أنت هتستعمل شبكات بروفي باس او اندستريال ايثرنت، يبقى وانت بتعمل سيت اب للبرنامج هتعمل انستول للجزء ده من البرنامج.
install authorization key for step 7 basis software. وده اللايسنس بتاعت سيمنز ان انت برضو هتعمل ليها اختيار انك انت تسطب هذا الكلام. install authorization keys for NCM industrial ethernet and NCM proof bus if these packages were installed. برضو كل جزء من الاوبشنز الخاصه بسيمنز بيبقى ليها individual license او authorization، فتاكد برضو ان كل الحاجات اللي انت هتختارها هتعمل لها اللايسنس. configure the step 7 workstation environment to support single user or multi user project development. قلنا هنظبط الورك ستيشن ان احنا هنستعمل السوفت وير بتاعنا دون اذا كان سنجل يوزر او مالتي يوزر. كرييت ويندوز فولدرز فور هولدنج ستيب 7 بروجكتس لايبريز اند ارشيفز. لو انت هتبدا تشتغل فهتعمل عندك فولدرز في الويندوز انك انت تخزن عليها مشاريعك وتخزن عليها الحاجات اللي انت هتعتبرها زي المكتبه وتخزن عليها الارشيف بتاعك اللي انت هتحط فيه ملفات ارشيفيه. From the Semantic Manager define step 7 language storage path and archiving and other operating performance preferences. من السيماتيك مانجر بعد ما هتسطب هتقوم بتعريف الستيب 7 لانجوج اللي انت هتعامل بيها سواء كانت اللادر او الاف بي دي او الاس تي ال، وكمان هتحدد المسار اللي انت هتخزن فيه الداتا بتاعتك او هتعمل فيه ارشيف، و كمان باقي المفضلات اللي انت هتتعامل بيها مع البرنامج. Establish a physical connection between the CPU of your initial work and the programming system PC using serial cable and PC adapter. الادابتور اونلي بيبقى فور بي سي. بيبقى مفضل انك انت من الجهاز اللي انت هتستعمله لعمليات البرمجه انك انت هتعمل تحقيق لعمليه الاتصال ما بين السي بي يو اللي موجود عندك وما بين الجهاز اللي انت هتستعمله في البرمجه بوسيله الاتصال اللي انت هتختارها. الخطوه الاخيره من التشيك ليست سيت ذا بي جي بي سي انترفيس تو بي سي ادابتر فور ستيب 7 اون لاين كونكشنز تو ذا بروجرامينج سيستم. طبعا هنا انت بتظبط البيانات الخاصه بيك بالبي جي بي سي انترفيس مع السي بي يو اللي موجود عندك حسب الادابتور اللي موجود عندك او حسب وسيله الاتصال اللي متوفره ليك. هنبدا بقى ننفذ الكلام دون ازاي نعمل انستولنج للسوفت وير ستيب 7 سوفت وير. فبيزك كونسبت مبدا اساسي ستيب 7 از بري انستولد ان سيماتيك بي جيز بات ماست بي انستولد اون بي سيز انتندد فور يوز از ا بروجرامينج سيستم. زي ما قلنا ان البي جي بيجي مجهز من شركه سيمنز عليه السوفت وير بتاعه وجاهز، لكن لو انت هتستعمل بي سي عادي فانت هتبدا تعمل انستول للسوفت وير على هذا الجهاز. سويتبل بي سيز انكلود بنتيوم بيست بي سيز. طبعا البي سي المناسب بيختلف حسب الفيرجن اللي انت بتتعامل معاه من السوفت وير. يعني اذا كان الكتاب اتعمل وكان الفيرجن اللي موجود فيرجن 5.2، الفيرجن اللي موجود دلوقتي فيرجن 5.5. having a windows operating system، وهنا بتكلم على ال 95 98 او ال NT او ال XP او الميلينيوم. دلوقتي خلاص الويندوز اللي موجود عندنا بقى فيه حتى الويندوز 8، انما نقول انه احنا اهم حاجه في الموضوع ده انه في فايل اسمه readme file. يعني احنا لو بنستعرض مثلا الريد مي فايل، وده هنلاقيه على الاسطوانه الموجوده من شركه سيمنز على الرود دايركتوري او فولدر، هنلاقي الريد مي فايل موجود باكثر من لغه. لو فتحنا الريد مي فايل هنلاقي جواه جزء خاص بالهاردوير ريكويرمنت. طبعا دلوقتي مع التطور الكبير اللي موجود في الاجهزه البي سي او اللابتوبس اصبح موضوع الكلام عن امكانيات البي سي كلام يعني شبه خاوي. الامكانيات اصبحت عاليه جدا، فهتلاقي الكلام انه اي جهاز يحقق المتطلبات الخاصه بيه، وغالبا هتلاقي كل الاجهزه اللي موجوده هتحقق هذا الكلام، مفيش مشكله خالص. يعني نيجي على السيستم ريكويرمنت او السوفت وير ريكويرمنتس، هتلاقي الاوبريتنج سيستم ممكن يبقى الويندوز اكس بي سيرفيس باك 2 اور 3. انا هنا بتكلم برضو على الفيرجن 5.5
اللي هو افيلابل دلوقتي وموجود، اللاست فيرجن اللي موجود في السوق. او هتلاقي الويندوز سيرفر 2003 ار 2 سيرفيس باك 2، او الويندوز 7 32 بت التيميت بروفيشنال انتربرايز ستاندرد انستليشن، او هتلاقي عندك الويندوز 7 64 التيميت برضه بروفيشنال او انتربرايز ويز اور ويزاوت سيرفيس باك 1. فالكلام ده كله هتلاقيه موجود داخل الريدمي فايل، ويستحسن ان احنا نلقي نظره عليه قبل ما نبدا عمل الانستليشن، على اساس نشوف انه الفيرجن اللي موجود عندنا هيبقى متوافق معانا ولا لا، لانه في ناس كتير جدا بتقول انه احنا بتواجهنا مشاكل لما بنيجي نعمل السيت اب وما بنعرفش نعمل السيت اب نتيجه اختلاف السيستم. فبيبقى في هذا الكلام اجابه على الاعداد قبل البدايه في السيت اب. هنرجع تاني للكتاب، وبعدين احنا كنا وقفنا عند الستيب 7 بيزك باكج contains the ladder FBD STL programming editor which supports ladder function block diagram and statement list language for programming S7 controller. الباكج الأساسية بتحتوي على المحرر الخاص بالladder والFBD والSTL اللي احنا بنحتاجها في عمليات البرمجة للـ PLC S7. Optional languages and tools which must be installed after step 7 installed must be considered since they should be installed on the same drive. الملحوظه الوحيده اللي بيقول لك ان انت لما تيجي تعمل الاوبشنال لانجوج تولز، اللغات الثانيه زي ما قدمنا المره اللي فاتت، قلنا الحاجات الاضافيه او التولز الادوات الاضافيه اللي بنحتاجها، اتاكد بس ان انت هتعمل لها سيت اب على نفس الدرايف اللي انت هتسطب عليه السوفت وير. نيجي بعد كده لـ Essential Elements، عناصر ضرورية لازم تحطها في الحسبان. In addition to the basic Step 7 package, Step 7 releases after 5.0 include. الـ Step 7 بتقدم بعض الإصدارات اللي طلعت منها بعد الـ 5.0، بتتضمن الـ Acrobat Reader. طبعًا الـ Acrobat Reader اللي موجود بعد كده هتلاقي الـ Versions أحدث من أو بتتوافق مع كل إصدار من إصدارات الـ Step 7. Acrobat Reader software for opening and viewing user manuals and other related documentation. في مجموعة من المانوالز والدوكيومنتيشن موجودة مع الستيب 7 لكل حاجة في الستيب 7، فعشان تقدر تفتحها كلها معمولة بالأكروبات ريدر. اثنين، NCM for Industrial Ethernet the Ethernet configuration software. زي ما قلنا في التقدمة الأولانية إنه لو انت هتستعمل شبكات ايثرنت او بروفي باص، هتلاقي عندك الان سي ام للايثرنت وهتلاقي عندك الان سي ام فور بروفي باص. ده بروفي باص كونفيجريشن سوفت وير، ده اللي هو بيبقى الان سي ام فور بروفي باص. رقم اربعه، هتلاقي الاوثرايزيشن التول الخاصه بالاوثرايزيشن، ذا ويندوز بروجرام فور انستولينج اند ريموفينج اوثرايزيشن فور ستاندرد اند اوبشنال تولز. الاوثرايزيشن تول انت بتستعملها عشان خاطر يا اما انك انت تضيف اوثرايزيشن او رخصه للحاجات اللي انت بتستعملها، او انك انت تشيلها عشان تنقلها لاماكن تانية. ابلكيشن تيبس دي حاجات للتطبيقيه احنا هنبدا نستعملها ونبص عليها برضو واحنا شغالين. اف ايثرنت اند بروفي باس نتورك موديولز ار نوت فيزيبل فروم ذا سيماتيك مانجر بروجكت 3 or available in the hardware configuration. لو انت عندك الموديولز الخاصه بالايثرنت والبروفي باص ما كانتش ظاهره على السيماتيك مانجر عندك، then it may be that the NCM بروفي باص and ايثرنت packages have not been installed. اكيد هتلاقي انه ال NCM بروفي باص او الايثرنت ما تمش تثبيتها في الاول. remember although included on the standard CD، حتى على الرغم من ان هي ممكن تكون موجوده على الستاندرد سي دي، a separate license must be purchased for this NCM package. بيبقى في رخصه منفصله لل NCM packages الخاصه بالبروفي باص والايثرنت. دي شكل العناصر اللي اوردها الكتاب للباكج اللي موجوده عندنا، زي ما احنا شايفين مثلا في الاكروبات ريدر وفي الستيب 7 وفي
ال ان سي ام للايثرنت وال ان سي ام للبروفي باس، وفي عندي الاس 7 اس سي ال والاس 7 جراف والاس 7 بي ال سي سيميليتور والاثورايزيشن. دي الصوره اللي موجوده في الكتاب، وزي ما قلنا دي بتتكلم على فيرجن 5.2. انا جبت الصوره للفيرجن 5.5 اللي احنا بنتعامل عليها مع الستيب 7 2010 بروفيشنال. الصورة اللي قدامنا زي ما احنا شايفين موجود فيها الستيب 7 فيرجن 5.5 انكلودنج سيرفيس باك 1، ستيب 7 جراف سيرفيس باك 3 انكلودنج سوري فيرجن 5.3 انكلودنج سيرفيس باك 7، ستيب 7 بي ال سي سيموليتور، ستيب 7 اس سي ال، وعندي التولز الاثورايزيشن، وعندي الاس 7 بي سي تي. ده الحاجات اللي موجوده في السيماتيك ستيب 7 بروفيشنال 2010. طبعا هتلاقي في فروقات دلوقتي موجوده بين اللي موجود ساعه الكتاب ما اتعمل اللي هو فيرجن 5.2 واللي افيلابل دلوقتي اللي موجود اللي احنا بنتعامل معاه مع الستيب 7 بروفيشنال 2010. اول ما هنبدا سيت اب للبرنامج هنحط السي دي في السي دي درايف او الدي في دي درايف. هتخرج عندنا مع السيت اب هيبدا يظهر لي عندي اول حاجه الاختيار اللانجوج الخاصه بالسيت اب حسب اللغه اللي انت بتفضل ان انت تتعامل بيها للواجهه، سواء كانت الالماني او الانجليزي او الفرنسي او الاسباني. هتختار اللغه اللي عندك وبعد كده هتضغط نيكست. هو بعد كده الكاتب عامل لنا خطوات تفصيليه لعمليه السيت اب في خطوات سريعه. كويك ستيبس انستولينج ذا ستيب 7 سوفت وير، كاتب خطوات انت بتعملها. هتعمل الخطوات دي مفروض ان انت هتسطب السوفت وير اللي عندك بدون اي مشاكل. اول حاجه هتعمل لوجن على السيستم كادمنستريتور او باور يوزر تو انستول ستيب 7 اندر ويندوز ان تي 2000 او ايا كانت الويندوز اللي موجوده عندك. هتدخل كادمنستريتور او باور يوزر. نمره 2، اف ذا انستوليشن از ان ابجريد تو ستيب 7 فيرجن اولدر ذان فيرجن 3.2 then the previous version and all optional package must be removed prior to the new installation. قبل ما هتعمل اي انستوليشن لو انت بتعمل ابجريد اوتوماتيك انه هيتم عمليه ريموف للقديم قبل ما هيعمل اضافه للجديد. Ensure that your PC hard drive has adequate space for the installation depending on your component selection from 200 ل 380 ميجا بايت will be required. طبعا المساحة دي هتزيد بعد كده مع الفيرجنز الأعلى اللي موجودة عندنا من وانت بتختار الحاجات اللي هتسطبها اوتوماتيك هتلاقي فيه كالكوليتور للميموري المطلوبة من الهارد ديسك اللي موجود عندنا. From the Windows Explorer navigate to the setup.exe installation program on the step 7 CD and double click on the program to start installation. بيقول لك من خلال الويندوز اكسبلورر ابدأ استعرض الاسطوانة اللي موجودة عندك، لو هي فيها ران فيها اوتو ران هي هتعمل اوتوماتيك على طول هتشتغل، لو ما فيش فيه اوتو ران هتستعرض الاسطوانه الخاصه بالستيب 7 وهتوصل الفايل اللي اسمه سيت اب وهتعمل عليه دبل كليك. فروم ذا ستيب 7 سيت اب ديالوج سيت اب لانجوج، هتبدا تختار اللانجوج، هتختار اللانجوج بتاعتك وبعدين هتكمل نيكست. فروم ذا سيت اب ستيب 7 سيت اب ديالوج كومبوننتس place a check mark in each box to select what software components should be installed. طبعا الجديد بيبدا الاول يطلب منك انك انت تعرض الريدمي فايل عشان تشوف الحاجات المطلوبه منك. دي شكل المنيو اللي بيطلع مثلا عليها يقول لك انه لو انت عايز تقرا الريدمي فايل هيبدا يستعرضه لك او انك انت تبدا تعمل سكيب للخطوه دي وتدوس نيكست على طول تكمل الخطوه اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها بيبدأ بعد كده يشترط عليك ان انت تعمل اكسبت لعملية او اللايسنس الاجريمنت اللي موجودة عليها، فانت بتقرا الملحوظات اللي موجودة هنا وبعد كده بتعمل عملية اكسبت عشان يكمل وتدوس نيكست يبدأ يديلك بعد كده الباكج او الكومبوننتس الخاصة بالباكج. زي ما استعرضناها قبل كده دي الكومبوننت الخاصة بالباكج، انت بتبدأ تختار منها الحاجات اللي انت هتستعملها. بعد كده هيبدا يظهر عندي الخطوات او اللغات اللي احنا هنستعملها في البرمجه. في لغات موجوده في البرمجه غير لغات الواجهه اللي هي اللغات اللي مكتوبه بيها البي ال سي بروجرام نفسه.
في اكتر من لغه، انت ممكن تختار اللغات كلها او ممكن تختار لغه واحده، انت حر حسب الاختيار اللي انت عايزه. وبعد كده بنبدا نستجيب لي، بعد ما بنحدد الكلام ده بنكمل بنكست لغايه ما يكمل معانا السيت اب الخاص بالبرنامج. بنخلص البرنامج بيبقى فاضل عندي خطوه واحده فقط، اللي هي الاثورايزيشن، اللي هي بتتم عن طريق الديسك اللي بيجي مع السوفت وير، ان انت بتنقل الاثورايزيشن من الديسك عن طريق الاثورايزيشن تول بعد كده. وده هنستعرضه ان شاء الله في خطوه جايه. هنكتفي بكده ان شاء الله، و هنكمل مع بعض المره الجايه بالجزء اللي عليه الدور في الكتاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.